السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين مطبخ نونة، معكم نونة الحجير. لو أول مرة تشرفوني في القناة ياريت تكرموني بالاشتراك مع تفعيل الجرس، ولو مكرونة عجبتكم ما تنسونيش باللايكات. النهاردة هعمل معكم مكرونة الإنقاذ السريع، مكرونة بتاعة الزنقة. هي سهلة وبسيطة جدا، ده شكلها بعد ما خلصتها. لو عندك أكل وحابة تعملي مكرونة جنبه ما فيش وقت، الطريقة دي ليكي. لو ما عندكش أكل خالص برضو الطريقة دي ليكي. يلا بينا نعملها مع بعض، نشوف المقادير وطريقة التحضير. هنبدأ بسم الله مقادير المكرونة بتاعة الأكلات السريعة، أو هي إنقاذ موقف. تمام، أنا عندي هنا طبعا كيس مكرونة سلقته، وعندي هنا الطاسة بتاعتي على النار حطيت فيها معلقتين زيت كبار، وعندي هنا بصل متقطع جوليان وفلفل الوان اخضر واصفر، وعندي هنا بقدونس، طبعا عندي البهارات ملح فلفل اسود كمون زعتر. تمام، وعندي معلقه صغيره من الثوم المفروم. هنبدا بسم الله. الاول بسخن الزيت بتاعي. الاكله دي سريعه. طبعا معايا طماطم متقطعة حلقات، معايا معلقة واحدة من الصلصة، لما تيجي مرحلتها هنحطها مع بعض واحنا شغالين. الزيت بتاعي سخن بسرعة، هنزل بيه معلقة الثوم، وهنزل بيه البصل، تمام. طبعا هديها تشويحة بسيطة، انا مش بسبك. المكرونة بتاعتي سهولتها ان انت مش بتعملي الصلصة ومش بتسبكي، اوكي. زي ما قلت لك من الاكلات السريعه او المكرونات السريعه او المكرونات اللي هي المنقذه للموقف. لو ما عندكيش اكل تقدري ان انت تعمليها بسرعه. الفلفل هي نزلت معايا اهو، هديها تشويحه بس على النار. البصله بتاعتي اتشوحت شويه، يعني اصفرت مش احمرت. هنزل بالبهارات، تمام، ريحة الزعتر مع الكمون طبعا والثوم متشوح، ريحة جميلة جدا. هكمل بقى تشويح كده، هنزل عليهم كمان ياخد التشويحة الفلفل الالوان. اهم حاجة يتشوح كده شوية علشان ما يديش القرشة في الاكل. هقول لكم بقى على الالوانات دي كلها فيتامينات ازاي. زي ما احنا شايفين كده وديهم تقريبا برضو، ريحه بجد تحفه. اول البهارات ما بتنزل على البصل وهو على النار ريحه بتبقى جميله جدا. نكملوا تشويحهم كده مع بعض ونكملهم مع بعض واحنا شغالين كده. خلاص الفلفل مع البصل والثوم كله اتشوح مع بعض. انزل بقى بالطماطم اللي انا مقطعاها، هي طماطميه واحده. هستمر كده في التقليب، وهروح نزل عليها بمعلقه من الصلصه. عندك معجون صلصه ماشي، عندك صلصه متسبكه من قبل ومتبقي عندك مثلا معلقتين ثلاثه، اوكي تمام اهو.
هنا بقى بتدوقي محتاجة ملح بتزودي. لو بتحبي الأكل بتاعك سبايس طبعا بتحطي شطة أو بتحطي فلفل حامي أثناء ما انت بتشوحي الفلفل مع البصرة. هسيبها بس تاخد غلوة ونكملها كده. خلاص غليت وأنا دقتها لقيتها طعمها مش محتاج ملح. هبدأ أنزل بقى في المرحلة دي بالمكرونة بتاعتي اهي. بسم الله. طبعا كمية المكرونة على حسب ما انت محتاجة وعاوزة. كيس اوكي، نص كيس اوكي. وديها تقليبة كويس جدا، دخل فيها كل المكونات والالوانات. شايفين الشكل والالوان؟ لان لسه بس ايه بقلبها واحدة واحدة كلها تتشبع بس بالطعم. وعلى فكرة هي كده مش هتاخد دقيقة او دقيقتين وهتطفي عليها طبعا. بس بستمر كده في التقليب عشان تتشبع كلها من طعم الصلصة بتاعتي او التسبيكة البسيطة جدا دي. كده خلاص خلصت المكرونة بتاعتنا، الاكلة السريعة ما خدتش اي وقت مني على النار. فاضل بس حاجة بسيطة، الجرنش كده الخفيف، رشة بقدونس على الوش، عندك زيتون حلقات اخضر اسود حطيه، عندك معلقتين تلاتة لحمة متعصجين على جنب ونسياهم حطيهم، رشة على الوش برضو كده. اي رشة جريئة هتنفع معانا وهتجيب، وهيبقى شكلها جميل جدا وهيبقى طعمها احلى واحلى. والنهارده كانت معاكم الاكله السريعه بتاعتي. كل اولادنا بيعشقوا المكرونه، وكل مره نحب نفنن في المكرونه نقدم لهم حاجه جديده والوانات بتشدهم ان هم ياكلوا وتفتح نفسهم. يا رب تكون الاكله النهارده بتاعتي سريعه وبسيطه وسهله واقتصاديه. كانت معاكم لنا الحجيري، ما تنسوش الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس. صحتين وهنا على قلبكم يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Good.